الله وبركاته. أنا الطالب أحمد أحمد. أنا الطالب سارة إبراهيم. من مدرسة الأبرق للتعليم الأساسي أم القيوي. اليوم سوف نريكم مشروعنا وتقيس نبضات القلب ودرجة حرارة الجسم. وعندما تكون نبضات القلب مرتفعة يعطي الضوء لون أحمر، وإذا كانت درجة الحرارة منخفضة يصدر صوتا. عندما الطفل يلعب يمكن مراقبة أهله بنبضات القلب ودرجة الحرارة، وبالتالي يتجنب مخاطر السرطان.